يعني احنا جينا باش نتاكي وجينا باش جينا باش نربحوا الحقيقة، جينا على 3 بوان. هلا غالب اليوم ما حبتناش الكرة رغم ان رجعنا يعني في يعني الاسبيرانس كانت سباقة، اما الحمد لله تعادل باهي، نقطة خير من خير من لا شيء. الاتحاد اللي بعدك بس ما رياض تعاد في تونس حضر في الماتش هذا، فما تعب اليوم كيف كان؟ والله فما برشا تعب اليوم، سيرتو أغلبية الملاعبين اليوم لعبنا سايمين، يعني انت تعرف اليوم الماتش ما ساعة ونص الحقيقة كان، والطقس ما كانش يعني ما كانش سخون برشا ساعه، ما كان فما سخانة اليوم، وكمان انت تعرف اللعب وقت نبداو سايمين يعني مش كيما يعني في الايام العادية يعني. سينو توا باش تتكيو فحمان مرة أخرى، ولو أنه الاتحاد نجم نقولوا تهنى على الكاليفيكاسيون بالدوري الثاني. وي نورمالمون تهنينا على الكاليفيكاسيون، ليكيب فارق نلعبوا لها الروتور في مستير، وهذاك الحاجة الباهية يعني مش نلعبوا في رادس. إن شاء الله باش يكون ماتش يعني في المتناول، يعني نورمالمون إن شاء الله يكون 3 بوان يعني. باش نرجع لك ماتش الترجي، اليوم كان خسر الاتحاد من المسير يسمى أنتري جرون فوبا ولا حتى شيء. والله ما تحب ولا تكره، اليوم احنا باش تلعب على الشامبيونان لازمك تاخذ كل ماتش وماتشوه. احنا الحاجه الباهيه ان احنا حاطين يعني الكافي بلاصتها الكبار الشامبيونان يعني، وما نخبيش عليك اليوم احنا تكلم معنا الرئيس والستاف يعني نحبوا نعملوا حاجه باهيه في الشامبيونان السنه، يعني بطولة؟ اي هنربع شوف يا رايا فيش تركزوا بين كاف وبين نحاولوا نوفقوا. انت تشوف اليوم ان يمكن في الماتش اللي فات يعني بين 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 الكاف وبين بين الكبار والشامبيونان مانيش نفس المجموعه اللي قاعده تلعب، فهمت؟ قاعدين الستاف قاعدين يجريوا في الافكتيف، وان شاء الله ربي يوفقنا. وكا